بسم الله الرحمن الرحيم. Our lecture today about post-operative complications of cardiothoracic surgeries. النهاردة هنتكلم عن دفع المضاعفات المحتملة بعد جراحة القلب والصدر. بنقسمها إلى حاجات early complications. early complications دي ممكن تبقى أول حاجة رقم في respiratory complications، منها الأتلوكسيس والنمونيا، ودي الموست كومن كومبليكيشن اللي بنشوفها بعد ثوراسيك سيرجري، واللي بتنتهي مشكلتها بـ respiratory failure. عشان كده لازم aggressive pulmonary toilet، aggressive therapy، postural drainage، العين spirometry، نعمل له ممكن suction إن العين يتحرك. دايما في جراحات القلب والصدر encourage the patient دايما إن هو يتحرك بدري ويتمشى، ويتعمل له chest كويس في الثيرابي، ياخد expectorant to clear the secretions عشان نمنع الاتلكسس والنمونيا ديت. برضو من الحاجات التانية اللي هي prolonged air leak بعد العملية، الآن بنعمل مثلا lung resection أو أي surgery على اللنج، يبتدي يبقى في fistula، bronchobulbar fistula between the lung and the pleural space، ونلاقي في الانتركوستال تيوبس في air كامل جاي في التيوبس، ده ممكن يستمر معايا أكتر من 5 أيام. بالمنر القديمة دي برضو ممكن نشوفها بعد كارديو ثوراسيك سيرجز، سواء كارديو أو ثوراسيك، في حالات اللوبكتومي بنشوفها برضو بيحصل بالمنر القديمة. ده طبعا المرض بتاعها بيبقى دايوريسيس بوست نمونكتومي بالمنر القديمة، لازم دي محتاجة اهتمام، والعيان يبقى في الانتنسيف كير يونت وياخد برونكوديليتورز وياخد دايوريتكس ومانجمنت اوكسجين ثيرابي، محتاج ميكانيكال فنتليشن لأن المورتاليتي ريت عندي بيبقى أكتر من 50%. الأكيوت ريسبيرات ديستريس سندروم أو الأكيوت لانج إنجري بيحصل إنفلاماتوري ميديتورز بتدخل العام في الـ ARDS، دي فيتال كومبليكيشن، الموج بتاعها بيبقى أجريسيف وبيبقى فيها هاي مورتاليتي. برضه من الحاجات التانية ممكن يحصل بالمونري أسبيريشن، إن يحصل أسبيريشن أور فرنجر أو جاستريك كونتنت، ده لو المريض مش فاستنج كويس بيحصل، عشان كده لازم at least 6 hours before operation ان البيشنت يبقى فاستنج. ممكن يحصل عندي برضه بلورال افيوجن او نيموثوركس او هيموثوركس ككومبليكيشنز ايميديت بعد الاوبريشن. تاني حاجه ممكن من الحاجات اللي هي ممكن برضه يحصل فيها كومبليكيشنز كارديك كومبليكيشنز مايوكارديال انفاركشن، ده برضو should be managed، لازم generously oxygen therapy is monitoring morphine، ياخد اسبرين عيان لو في if there is no bleeding problems يتحجز في العناية، لو هو العيان hypotensive أو في مشاكل ممكن نحتاج إن احنا نديله anthropic support أو intra-aortic balloon pump لو الأمور not improved على anthropic support. الرسمية دي من أشهر الحاجات اللي بنشوفها post cardiothoracic surgeries، بتبقى related للإلكترولايت imbalance، هايبوكاليميا، نقص البوتاسيوم، لأن هو ده المسؤول عن القصة ديت، أو حصل هايبوكسيا، حصل أيكالوزيس، بياخد دراجز زي الديجيتاليز أو الستريس، بيبقى فيها chest pain، palpitation، وتسنيا، ممكن تبقى سوبرا فنتريكولار زي الاتريال فايبريليشن، ممكن يبقى في عندي بريماتور فنتريكولار بيتس لو فيها هايبركابنيا أو هايبوكسيا، لو عندي فلويد اوفرلود أو في بين. في الكارديك سيرجي برضه ممكن يحصل كومبليت هارت بلوك، وده بيحتاج ان العيان ده لازم ايه يركب بيس ميكر، عشان كده كل عمليات القلب مفتوح العيان بيطلع على تمبوراري بيس ميكر. الاتريال فايبريليشن ده نحتاج لازم نعملها لو هي في الاول ممكن او معاها هايبوتنشن ممكن نحتاج الكتريك كارديفيرشن، لو هو هيمودايناميك ستيبل ممكن يبقى كيميكال كارديفيرشن مع الانتربول سيمبتومز. لو بوست اوبرتيف وزارة البوتنشال اوريد 24 تحول عن ساينس، لازم نكمل على كيميكال كارتيفيرجن از ترايد. الاي اف دي طبعا عشان المشاكل بتحصل معها زي بيحصل امبولاي، لازم ندي معها انتي كواجوليشن. البوست اوبرتيف هارت فيلير بيحصل برضه ممكن نشوفه دي تو فلود اوفر لود، او حصل مايكارد انفارشن او ريزميا، كل ده ممكن يؤدي الى هارت فيلير، يبقى في ديسنيا، في هايبوكسيا، في كونديشن في الشيست، بنلاقي الاو 2 بي ال شيست اكس راي فيها كونديشن، انكريز بالمونري ار تي واتش بريشر بنشوفه، طبعا بيحتاج دايوريتكس، نيتروجليسرين، انتروبس، ديتالز
لو هو سيفير هارت فيلر ممكن يعني يتحط على ميكانيكال فنتليشن لو فيه respiratory insufficiency. البليدنج طبعا اي عمليه عندي انا بركب انتركوستال تيوب بنعمل مونيتورنج البليدنج ده بالانتركوستال نشوف الفوليوم بتاع البلد اللي جاي عندي ممكن يبقى لارج فوليوم وفي بلد جاي يحتاج ان انا اعمل ميت اكسبلوريشن عشان اوقف سورس اوف بليدنج. لو الكميه اقل من 100 لو الكميه اكتر من 100 سنتي اكتر لساعات كتير او عدت ال 1500 سي العيان ده لازم should be explored again. أحيانا بيبقى في عندي medical bleeding سببه due to بياخد anticoagulation بياخد aspirin بياخد antiplatelets ده ممكن نصلحه medically ندي fresh frozen plasma ندي vitamin K لو أنا عندي platelet dysfunction. لو ال bleeding persist after correction of these factors لا should be explored ولازم إيه نوقف البليدنج دهوت. وفي نفس الوقت لازم ان احنا ندي ريبليسمنت ببلاد ترانسفيوجن او ار بي سيز اكوردنج للهيمودينامكس واكوردنج للهيموجلوبين ليفل بتاع العيان. بوست اوبرت فيفا بتحصل في 40% من الحالات افتر ميجر سيرجري. اول 48 ساعه دي مسؤول عنها الاتلكسز. الفيفر اللي بتحصل بعد السكند بوست اوبرت دي بيبقى في الغالب معاها انفكشن في اليوريني كاستر او في فلبيتس انفكشن في الفين او نمونيا او يورين تراكت انفكشن او انتي بايوتيك يوزد. الفيفر افتر ذا فيفث بوست اوبرتيف داي بيبقى معاها ووند انفكشن او في انستوماتيك ليك. طبعا لازم شود بي اكستنسفلي اكزوست اور سيلف في البوست اوبرتيف فيفر. الهيستوري من فيزيكال اكزامينشن بنعمل لابوراتوري انفستيجيشن سي بي سي اي اس ار يورين اناليسيس بنعمل راديولوجيكال انفستيجيشن ومانج اكوردنج تو ذا كوز. برضه الوند كومبليكيشنز برضه ممكن نشوفها بيحصل كولكشن اوف بلاد وبيحصل بلاد كلوت دي الهيماتوما سيروم ده فلويد كولكشن في الوند بس بيبقى ده سيرس فلويد او وند هيزنز بيحصل بارشل او توتال ديسربشن اوف اني اوف ذا لايرز اوف ذا وند. بالاي في برضه الفلويدز والسنترال فينس لاينز تبقى راكبه في العيان والهيمودايناميك موتور ممكن يحصل منها اير امبريزم يخش اير عندي في الفينس لاين ويروح في الرايت اتيوم. يحصل في البايتس يحصل انفكشن في الفين ممكن يحصل برفوريشن في الرايت اتيوم. كل دي مشاكل ممكن نشوفها في السنترال مونيتورنج لاينز في الانتنسيف كير يونت بوست كاردياك سيرجري. برضو سنترال نيرف سيستم ماي بي افكتد يبقى سيربرو فاسكولار اكسنت يحصل اسكيما يحصل ستروك يحصل كومبالتنس يحصل سيكاتريك كومبليكيشنز. السيكاتريك كومبليكيشنز دي مشهوره جدا اللي هي الانتنسيف كير يعني بقى في انتنسيف كير عنده سيكاتريك بروبلمز. الليت كومبليكيشنز دي ممكن نشوفها بعد العمليه باسابيع او بشهور. حكايه بارت بالمونري ممكن يحصل برونكوبولر فيستيلا يحصل فيستيلا بتوين زي تراكيو برونكولاتري والبلورا. بيحصل ليكج اوف اير من الاستمد هي والتشستري تشيست تيوب طبعا بنعمل ركب تيوب عشان ندرين الامبايم وبعد كده نتعمل سيرجيكال معاه عشان نقفل الفيستر ده. البوست نمريتيوم سندروم يحصل التورشن للتراكية والبرونكس والاسوفاجس ديو تو ميديستاينال شيفت افتر نيمونكتيوم. الامبايم بيحصل باس في البلورا سبيس ونركب تيوب درينج لو انفكشن اكستندد واللنج نوت اكسباندد ويل بنعمل اريجيشن ديبرايتمنت بنعمل ايه دي كورتيكيشن. بعض الحالات بنستخدم الفاكيوم الوند فاكيوم دريسنج في تريتمنت اوف ذيس امبايما. البوست روكتوم بين دي من اشهر واصعب حاجات نشوفها بعد ان البيشنت بعد العمليه ممكن بشهور او بسنين ستيل كومبلينج فروم بين. بيحصل 45 في اكثر من 45% من الحالات. المينيمال انفيزف سيرجري رغم ان هي السمول انسجن والليس بينز سيراكوتومي برضه بنلاقي بعض المرضى بيشتكوا من بوست سيراكوتومي بين. طبعا ممكن نحتاج كومباينيشن اوف ميديكيشن مانجمنت تبقى نون ستيرويد اللي ياخد انتي ديبريسنس نعمل ريلاكسيشن تكنيكس بيفرال تكنيكس بعض هتنعمل انتركوستال نيرف بلوك او راديو فريكونسي او ترانسكوتينيوس نيرف ستيميوليشن فور مانجمنت اوف ذيس بين. بعض الحاجات اللي نشوفها تاني طبعا احنا بنعمل انسجن في الموسلز
ممكن احتاج multiple operation، ممكن joint stiffness، muscle weakness في اللاتس ماس دورساي او سيريتس انتيرس، او في البوشرال ديفورمتي يبقى العين ماشي مش في ديفورمتي فورورد او سايد فورورد بندنج. الحاجات اللي هي خاصة بالاسبيريال سيرجري الديسفيجيا، ديفكالت سوالونج، الاسموز والبرفوريشن، يحصل ستريكشر، يحصل اسكيميا، انجري في الكارتل انجري نيرف، كايلوس والاس، ممكن يحصل ريفلكس بعد الاسبيريال سيرجري. ثانك يو.